السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن فاجأت الجانب الإسرائيلي، وذلك من خلال اختطاف إحدى السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ردا على ما يجري في قطاع غزة. الحديث كان كبيرا للغاية، وهو الحدث الأكبر في الساعات الماضية، تحدثت عنه طبعا الصحف العبرية مثل جيروزلم بوست، ذا سان البريطانية، وحتى الجانب اليمني تحديدا من جماعة الحوثي اعترفوا تماما بقيامهم بهذه العملية الباخرة التي نتحدث عنها، هي جالاكسي ليدر، وهي باخرة متخصصة في شحن السيارات. هذه الباخرة هي مملوكة في الأساس لراي كار كاريرز ليميتد البريطانية، ولكن مالكها المستفيد كما هو معروف عن هذه السفينة هي شركة راي شيبينج ليميتد الإسرائيلية، والتي تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر. ولكن بشكل سريع للغاية، بعد كل هذه المعلومات التي نشرت عن تبعية هذه الباخرة لإسرائيل، جاء الجانب الإسرائيلي وتحديدا المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعيل يقول بأن هذه السفينة ليست تابعة لنا أبدا. الخارجية الإسرائيلية بعد ذلك عادت لتقول بأن إسرائيل مستأجرة لهذه الباخرة، وبالتالي إسرائيل تستخدم هذه الباخرة. وعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتضاربة الواضحة بهذا الشكل، جاء باراك رافيد من موقع أكسيوس الأمريكي ليقول بشكل واضح بأن هذه السفينة مملوكة بشكل جزئي لإحدى الشركات الإسرائيلية. نتحدث عن الراي شيبينج ليميتد المملوكة من رامي أونجر، وبالتالي تبعيتها وارتباط إسرائيل بهذه السفينة هي حاضرة وحاضرة للغاية. وبالفعل بحسب التسجيلات الخاصة بمارين تراكر، أوضحت تماما بأن هذه السفينة كانت موجودة في 24 ساعة الماضية على البحر الأحمر، وهي تحمل علم البهاماس كما تلاحظون، وهي كانت قادمة من تركيا، وبعد ذلك توقفت في جمهورية مصر العربية، وبعد ذلك طبعا مرت بجمهورية مصر العربية طبعا عبر قناة السويس لتتجه إلى الهند. وهنا وصلت هذه السفينة كما نلاحظ، عندما نقرب الصورة قليلا ستلاحظ بأنها تعدت جدة، تعدت مكة بهذه الطريقة، وبدأت تقترب من أبها السعودية. وبالتالي واضح جدا بمجرد ما وصلت اليوم إلى السواحل اليمنية تمكنت، وكانت جماعة الحوثي تراقب هذه الباخرة وتمكنوا من ضبطها، والأمر واضح ومتوقع تماما، لأننا الأسبوع الماضي لاحظنا بأن هنالك تهديدات رسمية وبيانات قادمة من جماعة الحوثي عن طريق العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية. الأسبوع الماضي قالوا سنستهدف السفن الإسرائيلية، وحتى صباح هذا اليوم وضع أساسا الخصائص وطبيعة السفن التي سيقومون بمهاجمتها وضبطها، ووضعوا ضوابطا طبعا لهذه المسألة. والحديث من قبل الجانب اليمني وجماعة الحوثي بشكل واضح، قالوا بأن أي سفينة تحمل العلم الإسرائيلي مملوكة من شركة إسرائيلية أو تشغلها شركة إسرائيلية هي هدف بالنسبة لجماعة الحوثي. بالإضافة إلى ذلك، هو حذر دول العالم بشكل عام من استخدام هذه السفن على مستوى شحن البضائع، أو حتى على مستوى الطاقم أو تشغيل أي طاقم خاص بأي دول، إن كانت بلغاريا إن كانت أي دولة أخرى، في هذه السفن المتعاونة أو المتدخلة فيها طبعا الشركات الإسرائيلية، حتى أنهم طلبوا من إبعاد وسحب جميع دول العالم لطواقمها التي تعمل في السفن الإسرائيلية بالمواصفات التي ذكرتها طبعا جماعة الحوثي. بالإضافة إلى ذلك، إلى أنه طلب بشكل واضح إبعاد السفن الخاصة بدول العالم الأخرى، أبعادها عن السفن الإسرائيلية، لأن هذه السفن ستستهدف من قبل جماعة الحوثي. والتقارير الأولية تحدثت بشكل واضح بأن عملية اصطياد وضبط هذه السفينة كانت عن طريق طبعا مروحية ومروحيات خاصة بجماعة الحوثي، وقاموا بعملية إنزال مفاجئ على هذه السفينة، ومن ثم ضبطوها طبعا من خلال أيضا القوة البحرية الخاصة طبعا بجماعة الحوثي في هذه المنطقة بالقرب من مضيق باب المندب، وقاموا بسحب هذه السفينة إلى السواحل اليمنية. ونتحدث عن 52 عنصرا من طاقم هذه السفينة قد ألقي القبض عليهم من قبل جماعة الحوثي،
ولا واحد منهم إسرائيلي بحسب ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي، وحتى بحسب الكثير من التقارير أكدت ليس هنالك أي إسرائيليين نهائيا، وإنما التقارير تتحدث عن أوكرانيين وبلغاريين وغيرها من هذه الجنسية حتى من الفلبين متواجدين على هذه السفينة. وبالتالي هنا جماعة الحوثي ترفع وتصعد بشكل كبير من عملياتها، كما هو واضح وواضح جدا بأن عملية الاستهداف هنا وإبعاد السفن الدولية وغيرها في البحر الأحمر القريب جدا من مضيق باب المندب الذي يعتبر ويحتل المرتبة الثالثة من ناحية الأهمية العالمية على مستوى الطاقة والنفط العالمي، لأننا نتحدث بأن هنالك من 5 إلى 6% من النفط العالمي يمر باتجاه مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس مباشرة إلى أوروبا. مسألة خطيرة وكبيرة للغاية، ومن الممكن أن تحقق أو تتسبب باضطراب كبير على مستوى الطاقة بكل تأكيد في ظل هذه الضوابط الجديدة التي وضعتها جماعة الحوثي، رغم أنها تستهدف بشكل خاص فقط السفن الإسرائيلية إلا أن هنالك ضوابط واضحة على السفن الدولية كما تحدثت جماعة الحوثي. وبالتالي جماعة الحوثي الآن عادت إلى المشهد مرة أخرى بعد إعلانها الحرب على إسرائيل واستهدافاتها المتكررة طبعا على إسرائيل دون وجود أي طريق، دون وجود أي قدرة على استهداف إسرائيل بسبب بعد المسافة و الدفاعات الكثيرة الموجودة في هذه المنطقة على طول البحر الأحمر باتجاه إسرائيل. وبالتالي هم يعودون بقوة، وواضح جدا بأننا سنكون أمام استهدافات أكبر من قبل جماعة الحوثي. وها جماعة الحوثي الآن واضح جدا بأنها بدأت تلعب دورا مع حزب الله اللبناني رغم ضبطه لقواعد الاشتباك، إلا أن طبعا جماعة حزب الله اللبناني لا زالوا يصعدون يستهدفون هنا وهناك، وفي ظل أن طبعا الفصائل في العراق والفصائل في سوريا تستهدف القوات الأمريكية ليس هنالك استهداف مباشر للجانب الإسرائيلي إلا ما قل طائرة مسيرة واحدة، صاروخ صاروخين عبر الجولان، ولكن ليس هنالك شيء كبير يذكر مثل حزب الله اللبناني. والآن نرى من جماعة الحوثي وخاصة أن الجانب الإيراني أيضا أكثر من رسالة وفي أكثر من رسالة أوضح أن إيران لن تدخل في هذه الحرب إلا إذا تم الاعتداء على الداخل الإيراني. بالتالي نحن أمام تطور كبير، وقال جماعة الحوثي بأنه انتقاما لغزة وانتقاما لأهالي غزة هم قاموا بهذه العملية، ويجب أن ننتبه بأن هذا التصعيد يأتي في ظل أن الجانب الإسرائيلي يتقدم بشكل مكثف وخطير باتجاه قطاع غزة وباتجاه جنوب قطاع غزة هذه المرة، كما هو أصبح واضحا مما نشر من قبل الوور مابر، والتقدم باتجاه جنوب قطاع غزة هنا نقصد رفح وكذلك خان يونس، والتقدم طبعا يأتي في خاصرة قطاع غزة ويأتي في هذه المنطقة الجنوبية. ودعونا نتجه إلى خاصرة قطاع غزة هذه المنطقة المهمة للغاية التي تعتبر هي من النقاط المهمة التي يركز عليها الجانب الإسرائيلي بسبب المسافة 6.6 كيلومتر وقلة أيضا المسافات وقلة النقاط أو قلة المساكن الموجودة أو القرى، مساحات مفتوحة طبعا واضحة للجانب الإسرائيلي الذي تطور بالنسبة كما تحدث الوور مابر وكيف تقدم الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي استغل شارع كيزوفيم ودخلوا إلى هذه المنطقة تقريبا وسيطروا على ما يقارب 1.25 طبعا كيلو متر طبعا، وبالتالي كيلو متر وربع تقريبا هي المنطقة التي سيطر عليها الجانب الإسرائيلي في هذه النقطة. وطبعا هذا يعني بأنهم أغلقوا الطريق الأول هنا والطريق الثاني من الطرق الفرعية أيضا سيطر عليه الجانب الإسرائيلي، ولكن لا زال أمامهم طريق ثالث وطريق صلاح الدين. وبالتالي الجانب الإسرائيلي واضح أنه يريد إغلاق الطرق الفرعية كما هو واضح والوصول إلى طريق صلاح الدين بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، أن يتقدم ويصل إلى طريق صلاح الدين يقطع الطرق الفرعية والطريق الرئيسي عن وسط قطاع غزة وشمال قطاع غزة ويعزلها طبعا عن جنوب قطاع غزة واستغلال المساحات المفتوحة ليصل إلى شارع الرشيد إلى البحر المتوسط. وأيضا في نفس الوقت أن الجانب الإسرائيلي حقق تقدما مثيرا للغاية في هذه المنطقة تقريبا بهذا الشكل كما هو كان واضحا من قبل آخر تحديث من الوور مابر. هذا التقدم هو يفتح عددا من المسائل الخطيرة على الفصائل الفلسطينية. تلاحظ أنت أمام مساحة مفتوحة هنا، مساحة مفتوحة هنا، مساحة مفتوحة
مفتوحة أخرى هنا، وهذا هو شارع صلاح الدين. وأيضا يجب أن نرى هنا عقدة المواصلات الموجودة بهذا الاتجاه، هي مهمة، تقاطع المواصلات مهم. بالتالي الجانب الإسرائيلي واضح جدا بأنه يبحث عن استغلال المساحات المفتوحة في عملية التقدم والتحشيد بشكل أكبر، والوصول أيضا إلى شارع صلاح الدين، وقد يكون الوصول إلى هذا التقاطع للسيطرة بشكل كبير على هذه المنطقة والمواصلات، ويصبحون طبعا الجانب الإسرائيلي قريبا جدا من دير البلح، ودير البلح قد تكون تحت الضغط، وتكون تحت ضغط عالي للغاية من قبل أيضا المدمرات الإسرائيلية والبحرية الإسرائيلية. بالتالي واضح جدا أن الجانب الإسرائيلي يضع في حساباته أن هذه المنطقة التي يتقدمون بها من خاصرة قطاع غزة ستكون تحت الضغط من قبل الفصائل الفلسطينية المتوزعة طبعا في هذه القرى التي نراها، وكذلك الموجودة بهذا الاتجاه، وخاصة أن وادي سلقة الذي ترونه هنا هو الوادي الذي تحاول الجانب الإسرائيلي يحاول السيطرة عليه، لأنها مناطق زراعية مفتوحة ممكن أن تكون فيها أنفاق وقدرات واضحة للجانب الفلسطيني. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل واضح أنها تبحث عن قطع الطرق وعن التقدم بهذا الاتجاه وإنهاء مسألة الدفاع الموجودة للفصائل الفلسطينية، وأن يكون فقط الجهة الغربية هي الجهة التي ستضغط على الجانب الإسرائيلي. وأيضا في نفس الوقت والنقطة الأخرى التي تم التقدم لها من قبل الجانب الإسرائيلي وهي قد تكون الأخطر والتي تأتي بشكل مباشر على خان يونس وكذلك على رفح، هي هذه المنطقة. ودعونا نعود بسرعة إلى هذه الخارطة التي رأيناها قبل قليل، وهذه هي طبعا النقطة وجنوب قطاع غزة. كما تلاحظون الجانب الإسرائيلي بحسب الوور مابر تقدم إلى هذه المنطقة وسيطر بشكل تقريبي بهذا الشكل على كل هذه المساحات المفتوحة، وأصبح واضحا بأن مسألة الخطورة تأتي باتجاه مستشفى غزة الأوروبي الذي يأتي بهذا الاتجاه. هنالك طريق آخر مهم ألا وهو طريق صلاح الدين الذي ترونه هنا، هنا خان يونس وهنا رفح. وواضح جدا أن الجانب الإسرائيلي مرة أخرى من خلال هذا التقدم السريع يبحث عن السيطرة أيضا على كل منطقة مفتوحة هنا، ليضغط على التواجد من الفصائل الفلسطينية التي تأتي على مستوى هذه القرى الصغيرة التي حذرتها وحذرها الجانب الإسرائيلي بأنهم سيتحركون باتجاهها. بالتالي الجانب الإسرائيلي واضح بأنه يبحث عن السيطرة على مستشفى غزة الأوروبي، الوصول إلى طريق صلاح الدين، وأيضا في نفس الوقت السيطرة على هذا الطريق الفرعي الذي يمتد إلى رفح. وهنا خطورة هذه المسألة أن مع هذا التقدم من خاصرة قطاع غزة طبعا بهذا الاتجاه لهذه المساحة المفتوحة التي نتحدث عنها، وبعد أن أغلقوا شمال قطاع غزة بهذا الهجوم على الشمال، تلاحظ بأن الجانب الإسرائيلي قد يفتح بابا جديدا بالنسبة له من خلال السيطرة على هذه المناطق بأن يتجه من طريق صلاح الدين والمستشفى ليقطع أيضا ويعزل خان يونس عن رفح، وبالتالي تفقد الفصائل الفلسطينية العمق الذي تتمتع به الموجود في رفح والموجود في خان يونس، وهذه ستكون مشكلة حقيقية، لأن إسرائيل هنا كما نلاحظ قطعوا أوصال قطاع غزة إلى 4 قطع، 1، 2، 3، 4 وأربعة أقسام. وطبعا بالنسبة للفصائل الفلسطينية لديها العمق الجغرافي الذي ممكن أن توقع فيه الكثير من الخسائر في الجانب الإسرائيلي، نتحدث عن أكثر من 13 كيلومترا مقارنة بشمال القطاع ووسط القطاع. وبالتالي بالنسبة للفصائل الفلسطينية ببساطة يجب أن تمنع مثل هذا التقدم من أن يتحول إلى حقيقة، وأن يمنعوا أيضا التقدم الذي بدأ يظهر الآن على الخارطة بهذا الاتجاه من خاصرة قطاع غزة، ليعزلوا دير البلح عن خان يونس وبني سهيلة، وبالتالي القيام بهذا الأمر والمقاومة بشكل كبير بهذه الاتجاهات طبعا ومنع هذا التقدم. من الممكن جدا للفصائل الفلسطينية أن تبقي العمق الذي تتمتع به ليس فقط في رفح وخان يونس، وإنما أيضا يجب أن لا ننسى دير البلح، يجب أن لا يسمحوا بهذه المسألة. ولكن إن وصلت إسرائيل إلى هذه النقطة طبعا وأخذوا هذه المنطقة التي ترونها هنا وهي المنطقة المهمة للغاية المفتوحة طبعا، هذا يعني بأن الأمور ستتغير وستنقلب بسرعة حتى من اتجاه رفح
بهذا الاتجاه، بالتالي 4 جبهات على خان يونس من جميع الاتجاهات كما تلاحظ، ومن الممكن لإسرائيل أن تباغت من أي اتجاه، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لرفح، هي أمام 3 جبهات تفتح عليها وتنتهي الأمور وتصبح صعبة وصعبة للغاية. بالنسبة لشمال قطاع غزة، طبعا هذه هي الصورة التي نلاحظها من خاصرة قطاع غزة وكذلك جنوب غزة للوور مابر، هذا هو التقدم الذي لاحظناه، وهذا هو التقدم في الجنوب الذي تحدثنا عنه، بالتالي هذا هو الشكل الجنوبي بشكل عام. وشمال قطاع غزة أيضا يواجه عملية تقدم كبيرة للغاية، طبعا بالنسبة لشمال قطاع غزة تغير كبير بالنسبة للهجوم الإسرائيلي، مفاجئ للغاية بحسب الناشط حمزة المصري، قال بأن هذه في حي الصبرة صورة لإحدى المدارس كما تحدث الموجودة في هذه المنطقة. إذا ما أخذنا علامات سريعة لهذه المنطقة تلاحظ هذا الكرفان الصغير مع المبنى والبوابة التي تأتي بهذا الشكل، هنا زاوية مساحة مفتوحة تتواجد فيها الدبابات الإسرائيلية، وهذا مبنى وهذه منارة للجامع، وهنا مناطق مزروعة كما نلاحظ، وهذا مبنى مرتفع. بالتالي بأخذ كل هذه العلامات والاتجاه إلى حي الصبرة الموجود في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة تحديدا، واقتربنا من إحدى المدارس الموجودة هناك، ستلاحظ أن المدرسة المقصودة تتطابق هنا بهذا الشكل، طبعا هذه المدرسة مع العلامات التي لاحظناها قبل قليل، وبالتالي تلاحظ نفس المبنى هنا وتلاحظ نفس البوابة طبعا التي تحدثنا عنها، وهذه الزاوية المساحة الكبيرة، وهذه هي منارة الجامع، وهذا هو المبنى الواضح، والمنطقة المزروعة طبعا التي كانت واضحة أو الأشجار هي واضحة هنا، بالتالي هذا هو المبنى الآخر المرتفع الذي كان ظاهرا لنا، كل شيء متطابق. وإذا ما اقتربنا قليلا من منارة الجامع لكي نتأكد منها، قد تكون الصورة غير واضحة، هي واضحة من ناحية طبعا الظل الخاص بها، ولكن هذه منارة الجامع وهذا هو المبنى وهذه المنطقة المزروعة. بالتالي بشكل عام هذا التقدم يعتبر خطير للغاية من خلال تحديد هذا الموقع كما لاحظناه من مصدر قادم من داخل قطاع غزة، يوضح لك أن التقدم أصبح كبيرا في هذه المنطقة. الأسبوع الماضي وور مابر كانت تبدو بهذا الشكل، الآن الجانب الإسرائيلي من خلال هذه الأنباء الواضحة أنها قد تقدمت ووصلت إلى المدرسة هنا، هنا المدرسة تحديدا، ومعهد دراسات الحرب وضح أن الجانب الإسرائيلي بالعكس قد وصل وسيطر على شارع أم الليمون الذي لا يبعد أبدا ولا يبعد بمسافة كبيرة عن شارع صلاح الدين الرئيسي المهم، وهذه هي خارطة كما تلاحظون معهد دراسات الحرب يوضح لك كيف التقدم قد جاء باتجاه شارع صلاح الدين، هذه هي المدرسة التي تحدثنا عنها، شارع أم الليمون هنا وهذا هو شارع صلاح الدين، وبالتالي الجانب الإسرائيلي واضح يغلق شيئا فشيئا الطريق على تل الهوى، والفصائل الفلسطينية مضطرة إلى ترك هذه المنطقة لأن الجانب الإسرائيلي على وشك أن يغلق هذه المنطقة بالتمام والكمال مع تدمير كبير لهذه المنطقة من قبل الجانب الإسرائيلي. هذا هو شكل شمال قطاع غزة، بدأت الظروف تتغير وبدأت تصبح صعبة وصعبة للغاية. إذن نحن أمام تصعيد كبير إقليمي جديد على مستوى المياه، على مستوى التجارة في العالم، وكذلك تصعيد مستمر من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وعدم قبول واضح من الجانب الإسرائيلي لأي هدنة بأي شكل من الأشكال، رغم العديد من المصادر وحديثها عن هذه المسألة.